السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا المساء الجرشي الطيب، حيث تعود أمسيات جرش بتألقها الدائم ووهج ضيائها. نرحب بكم اليوم أعزائي المشاهدين في كل مكان، ومن هذا الموقع الأثري العريق مدينة جرش التاريخية الأصيلة لنبدأ معكم في هذه التغطية المباشرة لوقائع الافتتاح الرسمي لمهرجان جرش 20 للثقافة والفنون. كما نشاهد في هذه اللحظات وصلت جلالة الملكة نور المعظمة، ووصلت جلالة الملكة وهي رئيسة اللجنة الوطنية العليا للمهرجان مع مجموعة كبيرة، طبعا في استقبالها في مقدمة المستقبلين أعضاء اللجنة العليا مع السيدة ليلى شرف، سمو الأميرة وجدان علي مع السيد إنعام المفتي، معالي وزير الثقافة ومعالي وزير السياحة والآثار، وأيضا رئيس بلدية جرش، مدير عام مهرجان جرش، وعدد كبير من المستقبلين موجودين كلهم متجهين إلى الساحة الرئيسية، وأيضا دكتور عدنان بدران رئيس اللجنة التنفيذية. إذا مشاهدينا في هذه الأجواء نعيش جرش 2001، جرش اللي وصل عمره ل 20 عام، وصل لهذا المهرجان العربي والدولي المميز بعد سنوات طويلة قدم خلالها فعلا للذوق العربي وللمواطن الأردني والعربي سيرة زاخرة من الإنجازات والعروض والفعاليات التي أعادت جرش للحياة من جديد، حيث كانت ليالي جرش المضيئة في مواقع المدينة الأثرية ومسارحها بتشهد الموسيقى والرقص والدراما والغناء والأوبرا والباليه والمسرح والسينما، وقبل كل ذلك الشعر والفنون التشكيلية ومعارض الحرف اليدوية والتقليدية من الأردن والعالم العربي. إذن جلالة الملكة نور الحسين رئيس اللجنة الوطنية العليا للمهرجان، وترافقها سمو الأميرة راية بنت الحسين وسمو الأميرة إيمان بنت الحسين. وقائع الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي سيتضمن كلمة لمدير عام المهرجان السيد جوري السماوي، بعد ذلك كلمة لرئيس بلدية جرش السيد وليد العتوم، وبعدها يتم الاستئذان برفع العلم وإيقاد الشعلة. إذن جلالة الملكة نور الحسين الآن تتوجه إلى الساحة الرئيسية، حيث بعد قليل يرفع السلام الملكي. وبعدها نترككم مع الصوت والصورة لنتابع افتتاح الرسمي لمهرجان جرش 2001، جرش للثقافة والفنون.
جلالة الملكة نور الحسين وترافق سمو الأميرة رايا وسمو الأميرة إيمان بنت الحسين. والآن أترككم مع الصوت والصورة. سيدتي صاحبة الجلالة الملكة نور المعظمة، أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أيها الحفل الكريم، ها هو مهرجان جرش في دورته العشرين، تضيء شعلته سماء الأردن والعرب، وترحب مدرجاته بالضيوف والزائرين. أيتها السيدات والسادة، كلمة مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون الأستاذ جري السماوي فليتفضل. سيدتي صاحبة الجلالة الملكة نور المعظمة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أصحاب السمو الأمراء والأميرات، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ضيوف المهرجان من الفنانين والإعلاميين ووكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية، أهالي جرش الكرام، أيها الحفل الكريم، 20 عاماً مكتملات من عمر المهرجان، مكتحلات بالإبداع، أرخنا للحركة الثقافية والفنية في الأردن والوطن العربي، وأضفنا مساحة مضيئة على خريطة الإبداع العربي. ننظر إلى الإرث كاملاً بتجلياته وألقه وفرادته وبهناته أيضاً، ومع النظرة بالفخر والإعجاب إلى المهرجان الظاهرة الذي وضع اسم الأردن عالياً في مدار الثقافة والفن، نراجع الذات ونستذكر السنوات الأول من عمر المهرجان حين كان يقوم على عروض نوعية موجهة هدفها فتح نافذة للأردنيين على فنون العالم وللعالم لكي يطل على الأردن. وها هو المهرجان بعد أن أمضى سنواته العشرين يسلك نهجاً جديداً منسجماً مع ما يمليه الواقع والمستجدات وما تفرضه المتغيرات في عالم يدخل القرن 21 بما يحمله هذا القرن من إمكانيات واحتمالات، وما يفرضه المنطق الراهن من قوانين جديدة على المنتج الإبداعي
كجزء من المنتج الإنساني الذي يخضع إلى قوانين السوق والاقتصاد. وها هو المهرجان هذا العام يؤسس لهذا النهج الجديد القائم على دراسة الجدوى من كل عرض وفعالية، الجدوى الاقتصادية وجدوى الوقت والفائدة، مع النظر إلى النوعية والارتقاء بالسلوك المرتبط بإنتاج الثقافة والفن والتعامل معهما، إضافة إلى التواصل مع الجسم الاقتصادي والمالي والانفتاح عليه، بحيث يقوى هذا الخيط الذي يربط بين المنتج الإبداعي والمنتج الاقتصادي، فيروج كل منهما للآخر ويرفده ويغنيه، مستفيداً كل منهما من إمكانيات الآخر، فيشكلان معاً جزءاً من المنتج الوطني العام. لقد وضع برنامج هذا العام بحيث يتيح للمسارح أن تتنفس وأن تريح إجهادها وتبتعد عن التخمة، مع تنظيم يقوم على مسرحين كبيرين فقط وإعادة هيكلة للبرنامج العام للفعاليات. كما قامت إدارة المهرجان هذا العام بالبدء بترميم البنية التحتية للموقع مع وزارة السياحة والآثار، تمهيداً لاستكمال ذلك في السنة القادمة واستخدام هذه البنية لبرنامج جديد ومتميز ومنفتح على الإبداع العالمي يليق بعام 2002، عام عمان عاصمة ثقافية الوطن العربي. صاحبة الجلالة، أيها الحفل الكريم، لقد ألقت الانتفاضة الفلسطينية المجيدة بظلالها على الواقع المعاش لدينا، وكان لابد من أن ينسجم المهرجان مع هذا الهاجس الشريف، وتنظم بعض فعاليات البرنامج لتحتفي بالإنسان الذي يصر على الحياة. ففي مواجهة الحصار والعنف يقف الفن، وتقف الموسيقى، ويقف الشعر، ويقف مع ذلك كله الإنسان شامخاً مصراً على الحياة، محتفلاً بها. لذلك فقد ارتأت اللجنة العليا وإدارة المهرجان أن تهدي دورة هذا المهرجان إلى الانتفاضة الفلسطينية المجيدة، منسجمين في ذلك مع التوجهات الوطنية العليا للدولة الأردنية وقيادتها الحكيمة. صاحبة الجلالة، أيها الحفل الكريم، شيء يثير فينا الفرح والأمل أن نرى هذا الالتفاف الوطني الكبير لكل مؤسسات الوطن وهيئاته حول المهرجان. وكانت لفتة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله قد أمدت طواقم المهرجان بالعزيمة والأمل، وهو الذي أكد حفظه الله من خلال رئيس ديوانه العامر حرص جلالته على الدعم المطلق والدائم للمهرجان وتسهيل مهامه من قبل كل الدوائر الرسمية. إنني باسم إدارة المهرجان ولجانه العاملة وطواقمه أشكر جلالته على الدعم، كل الدعم والرعاية، كما أشكر دولة المهندس علي أبو الراغب رئيس الوزراء على دعمه للمهرجان وتسهيل مهامه، وأشكر كل الوزارات والمؤسسات التي التفت حول المهرجان هذا العام التفافاً وطنياً منتمياً، وأخص بالذكر الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء ووزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة والمالية والداخلية ولواء الأمن والقوات المسلحة الباسلة والملكية الأردنية والتلفزيون الأردني وكل المؤسسات والهيئات الوطنية التي قدمت عوناً لنا. كذلك أشكر الصحافة والإعلام الوطني الذي جعل المهرجان بيتاً حميماً لكل المثقفين والمبدعين وأوصله إلى بقاع العالم، وأشكر الإعلام العربي ووكالات الأنباء العربية والعالمية على اهتمامها بهذه التظاهرة الثقافية العالية. كما أشكر الشركات الراعية لمهرجان هذا العام، وأخص شركة الاتصالات الأردنية وراديو وتلفزيون العرب شريكنا عبر السنوات الأربع الماضية، والشكر كل الشكر إلى محافظة جرش وبلدية جرش والأهل جميعاً، مؤكدين لهم أننا سوف نبدأ حواراً مفتوحاً شاملاً مع المجتمع المحلي في هذه المدينة المتميزة من أجل مهرجانات قادمة تضع الأردن على خريطة القرن 21. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة الجلالة، أيها الحفل الكريم، مدينة جرش بأهلها ومكانها وحركتها ترحب بصاحبة الجلالة
وضيوف المهرجان. كلمة أهالي جرش يلقيها سعادة المهندس وليد العتوم رئيس بلدية جرش، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وآل بيته الهاشميين، صاحبة الجلالة الملكة نور الحسين المعظمة، أصحاب السمو الملكي، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، ضيوف المهرجان، السلام عليكم ورحمة الله. شرف لي أن أقف في هذا اليوم الجميل من أيام الوطن مرحباً بجلالتك في افتتاح مهرجان جرش 20 للثقافة والفنون. هذا المهرجان الذي جاء نتاج جهد متواصل دؤوب أعاد لهذه المدينة الأثرية الحياة من جديد. إن إقامة هذا المهرجان قد جعل من هذه المدينة مركز إشعاع ثقافي وحضاري ومحور جذب للفعاليات الثقافية والفكرية من جميع أنحاء العالم، حيث أعطت رعاية جلالتك المستمرة لهذا المهرجان ومسيرة عمله دعماً لتطوير التسويق السياحي وتعريف العالم بما يحتويه الأردن من كنوز أثرية ودينية فريدة من نوعها في التاريخ الإنساني، ليبني ذلك صناعة السياحة ويعزز موارد الدخل الوطني. سيدتي صاحبة الجلالة، لقد استطاع هذا المهرجان نقل اسم هذه المدينة إلى جميع بقاع العالم وتسويقها على كافة المستويات، فلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى اللجنة الوطنية العليا وعلى رأسها جلالتك، وإلى كل العاملين في إدارة هذا المهرجان، آملين أن تترجم أفكار الإدارة الجديدة في علاقتها مع المجتمع المحلي إلى واقع عملي في الفترة القادمة. كما إن هذه المدينة التي تسعد وتتشرف برعاية جلالتك افتتاح مهرجانها لترحب باسمك سيدتي بالضيوف والمشاركين في فعاليات هذا المهرجان من الدول الشقيقة والصديقة أجمل ترحيب. سيدتي، باسمي وأعضاء مجلس بلدي جرش وأهالي المدينة أرحب بجلالتك وصحبك الكرام أجمل ترحيب، داعياً المولى عز وعلا أن يحفظ الأردن تحت ظل الراية الهاشمية لمولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله وأبقاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة الجلالة، أيها الحفل الكريم، نستأذن صاحبة الجلالة لرفع علم المهرجان وإيقاد شعلته.
صاحبة الجلالة، أيها الحفل الكريم، بهذا نعلن عن افتتاح مهرجان جرش 20 للثقافة والفنون، وتتوجه صاحبة الجلالة الملكة نور المعظمة واللجنة العليا إلى المدرج الشمالي لحضور حفل الفنان بشار زرقان جدارية محمود درويش. نرجو من الذين يحملون بطاقات التوجه إلى المسرح الشمالي. إذن مشاهدينا الأعزاء، أضيئت شعلة جرش للثقافة والفنون جرش 20 بيد ورعاية جلالة الملكة نور الحسين رئيسة اللجنة الوطنية العليا، وستبقى هذه الشعلة مضاءة بوسط مدينة جرش الأثرية العريقة، مضيئة بليالي جرس جنبا إلى جنب، إضافة إلى الفعاليات الموجودة في جرش. بهذه الشعلة الوضاءة فعلا مشاهدينا بدأ رسميا فعاليات مهرجان جرش الحالي اليوم، وكما سمعنا قبل قليل سيتم افتتاح المسرح الشمالي أول فعالية مع الفنان السوري بشار زرقان. بشار زرقان سيفتتح بملحمة كاملة في جدارية محمود درويش غناء مع كورال و24 عازف، وبعدها أيضا على المسرح الجنوبي في حوالي الساعة 9:30 أيضا الفنان عمر العبدالله. إذا رح ستكون هناك فعالية أردنية بصوت أردني أصيل مع الفنان الأردني عمر العبدالله، ووعدنا أنه فعلا أنه يكون في هناك مفاجآت عديدة. إذا سنكون معكم وعلى مدى ليالي المهرجان سنتابع ابتداء من هذه الأمسية التغطيات المباشرة والتسجيلات للفعاليات. منقولكم كل عام وأنتم بخير، وأيضا للمهرجان مهرجان جرش لجرش المدينة وجرش المهرجان بإذن الله يكونوا دائما بألف خير. شكرا لمتابعتكم، وبنعود الآن لاستديوهاتنا في التلفزيون الأردني. Thank you.
يا شوقي. طيب يلا نسمعكم بس الأغنية جديدة كمان، ما نقول بدكم إياها معاكم. إلنا الله والقلب مجروح، واللي جارحني هو حبيب الروح. We
مطلوب هنعيد مقطع من أغنية غنيناها مع بعض. صور صور يا مصور قائدنا عبد الله منور. نسمع صوت مع بعض كلنا. صور صور يا مصور. طيب أنا والجمهور يلا معاكم. أوكي. صور صور يا مصور قائدنا عبد الله منور. صور صور يا مصور قائدنا عبد الله منور. حياك عبد الله احنا نحبك والله. صور صور يا مصور قائدنا عبد الله منور. حياك عبد الله احنا نحبك والله. صور صور يا مصور صور صور يا مصور. ايوه يلا يلا. من الشمال للجنوب حيوا قايدنا المحبوب. من الشمال للجنوب حيوا قايدنا المحبوب. حياك عبد الله احنا نحبك والله. حياك عبد الله احنا نحبك والله. صور صور يا مصور صور صور يا مصور. يلا هوب. يلا نسمع يلا كل. أبو حسين أنت قايدنا بوجودك تعلى همتنا. أبو حسين أنت قايدنا بوجودك تعلى همتنا. حياك عبد الله
احنا نحبك والله. حياك عبد الله احنا نحبك والله. ابو حسين انت قايدنا بوجودك تعلى همتنا. ابو حسين انت قايدنا بوجودك تعلى همتنا. حياك عبد الله احنا نحبك والله. حياك عبد الله احنا نحبك والله. صور صور يا مصور وصور صور يا مصور وصور صور يا مصور وصور صور يا مصور وصور صور يا مصور صور صور يا مصور صور صور يا مصور. يا سعد ما خليت للسيف مضرب ولا مضرب إلا وقد بانت نوايب. يا سعد جرح السيف نلقى له دواء وجرح الهوى عالحول قتال صايبة. نغني أنا وياكم مع بعض يلا. يا سعد لا الله لا أقوى أقوى. يا سعد سعد لو تشوفه شيب ماني بشاي لابسة البرق. يا سعد شيب ماني. يا سعد لو تشوفه شيب ماني بشاي لابسة البرق. يا سعد يلا يلا هوب اشهدنا الهوى والحب فيها العجايب. اشهدنا الهوى والحب فيها العجايب. يوم فيها المسرة يوم فيها اتمنى. يا سعد لو تشوفه شيب ماني بشاي لابسة البرق. يلا يلا لفوق هوب. يلا نشوف مع بعض يلا هوب. Thank you.
لا ودموعي عيني فوق خدي سكاي خلى ودموعي عيني فوق خدي سكاي من سبب دموعي كالمطر يدري فني يا ساعدنا وتشوفك شبناني بشاي لابسة البرادة يلا نسمع أقوى يلا شفت قلبي رجع طير العقل مني لين شفت قلبي رجع طير العقل مني قمت من غيري مشعور بعالي الصوت أغني يا ساعدنا ساعد لا أو تشوف شيب ماني بشاي لابسة البراجع يا سعد شيب مني شكرا لكم وتصبحون على خير إن شاء الله دائما نظل نشوفكم على المحبة والخير والسلام إن شاء الله شكرا يعني من بعد هالحفل الحلو والجميل بحضوركم طبعاً شهادة التقدير هي شهادة الإنسان بياخدها مشان يتذكر حفلته الرائعة إنما شهادة التقدير الحقيقية بتكون لما يكون في جمهور محب لنجم أردني ساطع ومبدع مثل الفنان عمر العبدالله بيسعدنا بهالحفل الجميل إنه يصعد معنا على المسرح مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون 2001 للعام الأول الأستاذ جري السماوي تحية كتير كبيرة لإله عن النقلة النوعية اللي قدمها لمهرجان جرش من أول ليلة شهادة تقدير صغيرة إحنا سعداء بنجاحك ونجاحك من نجاحنا عمر شاكرين لهذا الاحتفال العظيم اللي يعني طرزت فضاء المهرجان بغنائك الأردني العربي الجميل شكراً لك نشكر مدير المهرجان ونتمنى يا رب أنه كلنا نبقى معه إيد واحدة لنتقدم بمهرجان جرش وضلوا دائماً اسم مهرجان جرش ساطع في مهرجانات وتاريخ المهرجانات العربية طبعاً كلمة أخيرة وشكر للفنان عمر العبدالله اللي أكيد حابب يقلكم كتير كلام أولا اسمحوا لي فعلا من كل قلبي أنا أشكر إدارة مهرجان جرش والأستاذ جري السماوي على جهوده الطيبة اللي بذلها معانا وجميع العاملين في إدارة مهرجان جرش واسمحوا لي هذا النجاح إني فعلا أهديه لحبايبي اللي شرفوني اليوم جميعا وأقول لهم شكرا لكم جميعا شكرا نجاحك عمر هو نجاحنا أكيد نجاح الشعب الأردني اللي لازم دايماً يفتخر بفنانيه وأنت اليوم كنت قدوة لجميع الفنانين الأردنيين أنه يعطوا لأن العطاء ما في أجمل منه قدام هيك جمهور شكراً لك جمهورنا الحبيب ما رح ننسى أبداً بأنه ليالي مهرجان جرش مستمرة وما تنسوا أنه بكرة تكونوا مع النجم الخليجي الإماراتي أحلام ودائما تحية كبيرة عبر ART الموسيقى ومرة تانية زقفة كتير كبيرة للأستاذ جري السماوي طبعا شكراً للART اللي بيوصل الاحتفالية الأردنية العظيمة لكل بيوت الناس إن شاء الله دائما نقدر ننقل هالصورة الرائعة والجميلة للفن العربي لأن نحن دائما رح نبقى مفتخرين بفننا ونجومنا العرب شكرا شكرا كثير